السلام عليكم شباب، معاكم اخوكم احمد النشيط ذا دارك لورد من ديفلز جيم ديفلز كوميونيتي ديفلز اوبس، واليوم عندي لكم فيديو راح اتكلم فيه عن انشارتد 3 البيتا، وراح اتكلم فيه واجاوب فيه عن كم سؤال سالتونا اياه في الفيديوهات اللي طافت، وراح احاول في هاي الفيديو اشرحهم بشكل اكبر اذا قدرت، بس راح اتكلم اول شيء عن البيتا. طبعا لعبة انشارتد من احسن الالعاب اللي عندي، العاب المغامرات والبازلز يعني الالغاز والمغامرات، صراحة اللعبة يعني حدها تستاهل تشتريها، من ناحية القصة، من ناحية الاكشن، من ناحية الاونلاين، يعني اللاج شبه معدوم، تقدر تدخل بارتي ويا ربعك، فيها نظام السينما او ثياتر مود مثل كول اوف ديوتي بلاك اوبس، يعني ما تحتاج قطعة الاتش دي بي في ار، على طول تكون مركبنها وتسجل، تقدر تسجل جيم وتحفظها عندك في الجهاز، وتقدر تعدل في التصوير وكل شيء وتسجل بالاتش دي بي في ار بعدين وترفعها. طبعا اللعبة بروحهم كل اسبوع يختارون احسن 30 الى 40 لقطه ويسوون توب 10 خاص فيهم. انا راح احاول اتكلم مع نوتي دوغ اذا رضوا ان ارفع الفيديو للتوب 10 اللي يحطونه، او التوب 20 او التوب 30، ما ادري كم يعني افضل 30 لقطه، راح احط عليكم في القناه وراح نحط عليه تعليق ان شاء الله ونرفع عليكم. طبعا انا احب هاي اللعبه بشكل جنوني، يعني كملت الجزء الاول وحصلت فيه بلاتينيوم، والجزء الثاني حصلت فيه بلاتينيوم، انا كملت الجزء الاول وما كان في تروفي في اللعبه، يعني نزلوا التروفي كملتها مرتين علشان بعد، يعني كملت اللعبه الاولى 3 مرات، بعدين الثانيه كملتها مرتين وكملتها لحمود وكملتها لكم واحد عشان اعطيهم البلاتينيوم. صراحه اللعبه حلها حماس واللعبه من احلى الالعاب عندي، ف انا بكون يعني ما بكون حيادي وقت اللي اتكلم عن اللعبه، وهاي مشكله حق اللي يعني انا الحين ما قاعد اسوي ريفيو عن اللعبه، وقت اللي اسوي ريفيو راح اعطيها حقها وراح اقول لكم الشيء الزين فيها والشيء اللي مو زين. لحد الحين في اللعبه الاشياء اللي مو زينه في اللعبه بس في البيتا كانت لان فيها كم جلتش، وقت اللي تموت تنزل تحت الخريطه، ساعات يكون التحكم شويه بطيء، مع انه اذا زيت السنسيتيفيتي او زيت يعني سرعه التحكم ما راح ياثر، يعني ما راح ياثر في حاله اللاج. اعتقد ان هاي في مشكله، واكثر الناس على تويتر كلموا شركه نوتي دوغ اللي هي مسويه اللعبه او الشركه اللي مطوره اللعبه، وقالوا لان راح يصلحون هاي الاخطاء. طبعا نوتي دوغ من احسن الشركات اللي تطور، طوروا عندنا لعبه كراش بانديكوت، الشخصيه المحبوبه على السوني اللي اختربت بعدين وقت اللي انباع كراش. نوتي دوغ تهتم في اللاعبين، تهتم في العابها، يعني مثلا انشارتد 2 كنت العب والعب ويا مطورين، يعني اللي مطورين اللعبه كان يكون في طور اسمه يفتحونه كل مره في يعني في الشهر، اسمه اللاب او المختبر، تقدر تلعب فيه مع مطورين اللعبه وتحصل فيه اشياء خاصه، فلوس دبل، يعني نقاط مزدوجه، كل شيء تحصل يعني وقت اللي تلعب هاي اللاب، وحماس تلعب مع مطور اللعبه، يعني تقدر تتكلم وياهم وتقدر تسوي لهم اد ويتكلمون وياك وتشوف يعني شنو ردة فعلهم وقت اللي تقتل، حماس. يعني هم من اكثر الناس اللي اهتموا في الكوميونتي مالهم. تخيلوا يعني الحين هاي البيتا نزلوا لها 4 باتشات، يعني نزلوا لها 4 تحديثات، فهاي شيء غريب ان لعبة بيتا تنزل عليها 4 باتشات، يعني تطور فيها 4 مرات وتحاول تصلح فيها وهي بيتا، يعني مو عادي ما تطور فيها، فهم مهتمين لهالدرجة بالكوميونتي، مهتمين لهالدرجة باللعبة، وهاي الشيء اللي يخليني أحب شركة نوتي دوغ وخليني أبي ألعب اللعبة زيادة وزيادة. يعني في الأيام اللي طافت وقت اللي كنت مريض وكل شيء، وكنت كلها ألعاب انشارتد، يعني وصلت فيها ليفل 26 أو شيء كذي، يعني 26، صراحة اللعبة تستاهل. الحين عقب ما تكلمنا عن اللعبة، طبعا هاي مو احسن جيم لعبته، عندي جيمز
احسن، بس لان اليوم تاريخ 15/7/2011 ينتهي البيتا، فما قدرت انقل التصوير من الجهاز، انقله حق يعني واسجله مره ثانيه بالاتش دي في في ار. فلو طولوا البيتا يعني، او قالوا لاني بيرجعون البيتا، ان شاء الله راح ارفع عليكم فيديو ثاني ويكون احسن من هاي الجيم بلاي، اكو قاتل فيه اكثر. في كم سؤال سألتونا اياهم راح اجاوبهم يعني في هاي الفيديو، وراح اتكلم عنهم مره ثانيه وثالثه ورابعه، بس الحين راح اتكلم فيهم في هاي الفيديو علشان يعني احاول اجاوب على اسئلتكم كامله. اول سؤال احمد، وقت اللي نطالع الفيديو مالك نشوف، لان مكتوبه كلمه ديفلز جيم مكتوبة على ومحطوطة على شكل صورة، وقت اللي نضغط عليها تودينا حق قناتك، شلون سويتها؟ هاي وقت اللي تكون مشترك مع يوتيوب عندك البارتنرشيب تقدر تحط هاي الشيء. واحد ثاني سألني قال لي أحمد فيديوهاتكم مو مرتبة، إن شاء الله راح نرتبها، إحنا سوينا بلايليست حق كل شيء، وفوق هاي راح نسوي نظام الشوز، يعني كل فيديو او كل يعني برنامج احنا نحطه راح يكون له شو خاص، والشو راح يعني تشوفون اسمه بالازرق، وعقب الاسم راح تشوفون اسم الحلقه. راح يكون كل شيء منظم ان شاء الله من اليوم ورايح. احمد نزل ما رفعته على ديفلز كوميونيتي، راح نرفع ان شاء الله. وين التوب 10؟ التوب 10 بارز، وعقب هاي الفيديو ان شاء الله ان شاء الله يعني الفيديو الجاي التوب 10 خلاص سويت له رندر، بس هاي الفيديو ابي ارفعه قبل. وحاب اشكر كل شخص شاف فيديوهاتنا اللي حطيناها الرسائل، وراح نحط لكم فيديوهات ازيد نتكلم فيها على الموضوع، ونتكلم فيها عن مواضيع ثانيه ان شاء الله تهم الكوميونتي العربي، ونبدا وياكم السلسله اللي وعدناكم فيها كيف تبدا قناتكم. احمد الجيف اوي حق الاسبوع هاي راح يكون لعبه أليس مادنس، يعني اعتقد ان اللعبه حطينا عليها راح نحط فيها نحط لكم ريفيو، وراح احط لكم اللعبه واقول لكم شلون تحصلونها وتربحونها. ويعني هاي الاسئله اللي سالنا فيها في هالاسبوع. وفي كم سؤال بعد خلنا اتذكر، والله قاعد اتذكر شباب يعني اعذروني الحين. من اول شخص راح يدخل وياكم القناه في الكومنتريز اخوي عادل ان شاء الله. من بعدين والله على حسب من يبون يدخلون ويانا، ماجد كلمته بس شويه مشغول ويا الجامعه يدرس طب. وعندنا من بعد عندنا منعنش ما قدر اتكلمه لانه في المستشفى مرقد وسوى عمليه، اتمنى انه نجحت العمليه، اتمنى انه يقوم بالسلامه، وان شاء الله راح نتكلم مع ناس ازيد وازيد. واذا عندكم اي استفسار حطوا لنا تحت وراح نجاوب عليه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان وياكم اخوكم احمد النشيد دراكلورد من ديفلز جيم ديفلز كوميونيتي ديفلز اوبس، ونشوفكم في فيديو ثاني. ومع السلامه شباب، لا تنسون سبسكرايب ولايك وتحطونا في المفضله، ونشوفكم مرة ثانية ومع السلامة.